يا جماعة صار معنا موقف كتير كتير غريب هون يعني. تفضلوا تفضلوا. صحيح في شيء بدي أحكي لكم يا أنا كتير كتير فرحانة. مني فشي يعني حسام قرر يشير الحزام هلأ بعد ما كبزر التسجيل. عم حطه هون ورائي شوف ورا ظهري مشان ما تزمر السيارة إنه بتطالع صوت. فيلا ما منا يلا هيك أريح لك. أريح لي وما منا نطول عليكم الفيديو. كيفكم ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. رجعنا لكم فيديو جديد واشتقنا لكم كتير كتير كتير. انتوا هلا غالبا جيتوا من الفيديو الماضي وحتشوفونا قاعدين نفس القعده لانه صورنا خاتمه الفيديو الماضي بنفس المكان. مقدمه الفيديو هذه يعني صورناها مع بعض. قعدت قصيره ما راح اشرح شيء. الناس اللي شافوا الفيديو الماضي بس راح يفهموا، واللي ما شافوه يروحوا يشوفوه حتى يفهموا على شو عم نحكي لانه راح تشوفوا هيك نفس المنظر يعني تصدروا. الفيديو اليوم جينا على مكان كثير حلو راح اصور لكم فيه، مكان هيك صيفي بما انه هلا الدنيا صيف وشوب كتير. ان شاء الله تحبوه. بس احنا ما لنا ناويين نسبح، جايين هيك نقعد لانه كتير الجو حلو بهذا المكان. دوما المناطق القريبه من البحيرات والبحر بيكون فيها هواء بارد اكثر، فاليوم كتير شوب بالبيت فقلنا نطلع ونغير جو وننبسط وناخذكم معنا بفلوج جديد. فكره انه كتير زحمه. لو تشوفوا شو عم شوف قدامي هلا عم شوف. لازم تورجيهم هلا من السيارة صعب لانه في سيارات قدامي وبعد الشاطئ ما حتبين عليكم كثير، بس انا عم بشوف قدامي زحمة 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 وعالم وناس وشمسيات وناس قاعدين بالاراضي. بس قبل ما نبدا الفيديو اليوم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ولا تنسوا اللايك والشير، وهلا خليكم معنا لتشوفوا شو حنعمل اليوم. حساباتنا الانستغرام نسيت حساباتنا الانستغرام اشتركوا فيهم لانه عم نشارك فيهم حياتنا الخاصة. وميلا عم تبكي ورا ويلا نازلين نبلش اليوم. باي. وهي هون الجسر بهولندا، مرة حكيت لكم عنه كيف بيفتح وقت اللي بيجوا القوارب بدهم يمشوا. شوفوا هون في قارب بده يعدي، فهون السيارات كلها بتوقف لبين ما يعدي القارب. هلا قلنا لكم بالمقدمه انه رح ننزل على هذا المكان اللي فيه زحمه كثير واللي هو بحيره، بس نزلنا وكان ما في مكان نقعد ابدا، فاجلناها بس ساعه ساعتين وجينا على مكان ثاني هلا رح تشوفوه. بس بين ما ننزل كمان على هذا المكان شوفوا شو صار معنا. ميلا ميلا جاعت كثير وما عاد تسكت. صح. شوفوا السياره قلبنا لها اياها غرفه العاب. شوفوا هون وهون. هاي مرايتها هون وهون الالعاب، وهذا دفتره بتدرس منه. شوفوا ما قدرت اطفي السياره لانه بدي اترك المكيف شغال مشان ميلا وهي عم ترضى على النت. اي بس هلا وين جينا يا رولا؟ جينا على المكان اللي احذروا وين. هلا اللي رح يشوفه وشايف كل فيديوهاتنا رح يحذر وين نحن. هذا المكان اللي انطلقنا منه باليوتيوب هلا رح تشوفوه. هذا اول فيديو صورناه بهذا المكان، كثير له معزه خاصه عنا عن جد دائما. والاحلى شيء بهذا المكان انه هو كثير مكان حلو، واي حدا بيجي بيزورني وبدي اعرفه على هولندا بجيبه على هذا المكان كمان. فنحن لما فتحنا القناه كمان جبناكم انتم باول فيديو على هذا المكان. فجينا على خيط هون هلا رح تشوفوها، اسمها خيط هون اكيد معروف يعني بتعرفوها وسمعانين فيها، فرح نصور فيها شوي بس لبين ما نرجع على البحيرة هذيك. شو تذكرتوا لهذا المكان؟ هاد صورنا فيه أول فلوج. هاي ميلا هون قاعدة شوبة كمان عم تبزق علينا. شوفوا ميلا عم تعيط علينا. عم تحكي اليوم. اليوم عم تحكي عم تقول ماما ماما. شوفوا المكان وأحلى. عصير. واقف بالصورة انت. صار نفس مقلب عبود. عم تستحقيني والله. بتعرفيني مقلب؟ شوفوا ما احلاها البيوت هون. سيرة انه رولا عم بتقول لكم انه هون صورنا اول فلوج. يا جماعة صار معنا موقف كثير كثير غريب هون، يعني اخترنا ابشع مكان هون، مكان سياحي كثير زحمة لنبلش فيه اول فلوج على اليوتيوب. قمة التوتر وخجل. يعني على شعراي هاي يمكن كنا ما حنصور وما حنلغي الفكرة كلها يعني. يعني لأنه شفنا الفيديو وما عجبنا، ما كان إنه هذا الشيء اللي نطمح له. إذا رحتوا شفتوا الفيديو حتقولوا إنه كنا غير، يعني كنا كثير مبتدئين يعني وكنا كثير خجلانين. طبيعي أول فيديو كثير صعب يعني دائما هيك، خاصة إنه مكان فيه زحمة وناس وهيك، فكان اختيار غلط للمكان. لازم كنا نعمل فلوج بالبيت. لا ما كان اختيار غلط، نحن كنا يعني لسه كنا جدد، فأي مكان جدد حنختاره حنحسه صعب. وحبينا إنه نختار مكان سياحي هيك، مكان فيه ناس كذا نصور فيه. بس انه ما عرفنا شو بدنا نصور، مسك الكاميرا هيك مع انه صرنا سنه كنا عم نفكر انه يلا لازم نفتح يوتيوب، لازم نفتح يوتيوب ولازم نبلش باول فيديو. جينا بلشنا اول فيديو حسينا انه ما عم نعرف نحكي كلمتين قدام الكاميرا. بس هلا صار هذا المكان هيك له ذكرى حلوه، يعني هو اول مكان بلشنا فيه. صح. اول فيديو بالقناه.
يا ترى مين بيكون ساكن هون رولا؟ هون على فكرة في سكان حقيقيين ساكنين بهاي البيوت، والناس اللي بتجي لهون بتفكر انه هاي بيوت للسياحة وللتصوير، بس هو الزلمة بيكون قاعد بقلب بيته والناس عم تصوره، يعني تخيل. صح، حتى في بيوت كتير حاطين هيك مثل حاجز انه ممنوع الاقتراب والتصوير لانه كتير ناس تدخل تفكروا مكان سياحي، يعني اي بيت. جاهزة؟ يلا. حلوة هي، خلي راسك على اليسار شوي. ايه تجمد وشي ما عم تاخذ الصورة. لا لا عم اخذ صور، انا عم اخذ، لا تاكلي هم. يا سلام، خلفي وراك كتير حلوة. والله شكله فيديو، شكله فيديو، ما عم تكبس ايدك عشان كنت قمت من الفيديو هذاك. لك فيديو بدي انزل لك اياه. يلا معلي، باخذ سكرين شوت من الفيديو اصلا. طب يلا بدي اسوي اسافه. يلا كملي كمان. هلا عم ناكل اكلة رولا المفضلة، كثير طيبة بس كثير عم تشر بسرعة من الشوك. على فكرة انتبهي لا تشري علي. على فكرة حسام ما بحب الايس كريم ابدا، بس اليوم لازم ايس كريم، ما في مجال يعني، خلص تفضلوا. وهلا اخيرا جينا وقعدنا، بس جينا بالجو المناسب، جينا باحسن جو يعني جد. ضيعنا وقت هنيك، اولا خفت الزحمه، ثانيا الجو صار احلى يعني مشان القعده على البحر، ما بقى دبق كثير. هلا صار الجو ابرد عن جد، حسينا هيك في بروده، وهلا وقت الغروب احلى شيء البحر، هيك المنظر رهيب. هلا بدي اورجيكم المنظر، شوفوا غروب. انا الغروب. هاي الغروب.
زحف مو زحف يعني ميلا بلشت شوي شوي تتحرك، صارت تقدر تلحق شيء، يعني هذا شيء جديد لأول مرة، وأنا كتير كتير مبسوطة ومتحمسة هيك عم بشوفها كيف عم تتطور، وبنفس الوقت عم حس هيك إنه عم بتزيد المسؤوليات لأنه كل ما كبرت أكتر بيصير بدها انتباه أكتر. بس بشكل عام شعور كتير حلو وقت تشوفوا ابنكم هيك كيف عم يكبر قدامكم وعم يعمل شغلات كتير لأول مرة. كنت عم بحكي لهم شو ميلا زحفت. إيه عن جد فرحة غير شكل، ما إيش فرحة والله اللي جايينا غير شكل. لا هلا مراقبة 24 ساعة حاطين كتب نحن بهاي خزانة التلفزيون ما شفناها، ولا بلشت تسحب الكتب والدفاتر لتشق الأوراق من اليوم ورايح يمكن تشوفوا ديكور جديد بالبيت. خلاص هنشيل كل الأشياء اللي ممكن تتكسر أو تاكلهم أو أي شيء في خطر إلها عليها، كله حيتغير. حسام شو عم تعمل؟ لو تعرف شو عم يعمل سر ما بصير امسك موبايلي يعني فراد. بدك تتصرح بكل شيء عم تعمله. عم افحص البطارية. هلا رجعنا على البيت بعد نهار طويل. ميلا نايمة بغرفتنا مثل ما قلنا لكم، هي بتنام بغرفتنا، ولا احنا جينا على غرفتها لحتى نصور لكم الخاتمة. حق انا تذكرت هي اول مرة رحنا بنختم لكم بالليل. انا بصراحة بحب انه نضل نكمل الفلوق دوما لاخر النهار، بس دوما مدري ليش بنستعجل وبنختمه عبكير بسبب ميلا، لانه دائما بنخاف بالليل تعملنا مشاكل. بس ان شاء الله حنحاول دوما ناخذكم نهار كامل معنا ان شاء الله. وان شاء الله كان عجبكم الفلوق اليوم، هيك قضيتوا يوم معنا من يومياتنا العادية بالعطلة، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. وهلا مثل ما عودناكم رح نزيع ثلاث اسماء. اول اسم معنا لونا من سوريا، مروة من العراق، ابتسام من الجزائر. بشكركم كثير كثير كلكم، وانتم كمان اذا حابين يطلع اسمكم لا تنسوا تكتبوا اسمكم ومن اي بلد انتم، وكمان لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناه. لما بتشتركوا بالقناه بتفرحونا كثير كثير. شكرا كثير لكم لدعمكم. وبس هيك هذا كان الفيديو اليوم. بما انه هلا نحن باخر النهار رح نقول لكم تصبحوا على قلب.